مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، موضوع اليوم غيكون على الآفة اللي كتضر أشجار الكرم أو التين، واللي هي عناكب التين أو رتيلة، وطرق الوقاية منها والمعالجة ديالها. كيتقاس التين بجوج الأنواع من الرتيلة، واللي كتسبب كل عام في ضرر على أشجار التين وفي خسارة في الإنتاج. كتدوز نتواجدها مرحلة البالغ مخبية في الشجرة ولا في الربيع، وملي كيبدا يسخن الحال كتخرج الأوراق وكتبدا تغدى وتبيض عليهم. كيفقص البيض ملي كيبدا يسخن الجو في شهر ماي وبداية يونيو، وكتبدا الرتيلة تهاجم الأوراق وكتاكل العصارة ديالها، وكيولي لونها برونزي وكتبدا تطيح قبل الوقت. وإلا كترات رتيلة كتعري الشجر من الأوراق وكينقص الإنتاج والجودة ديال المنتوج. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، باش نتفادوا الأضرار ديال الرتيلة لابد نديروا الوقاية قبل ما نقوموا بالعلاج. كتبدا الوقاية ضد هذه الآفة باستعمال الزيوت البيضاء في بداية الموسم بعد الزبارة وقبل ما تخرج الأوراق، فبراير ومارس ضد النتوة في شجر التين. ولابد نديروا الرتيلة في الأعشاب الضارة واللي كتخبى فيها ولا النقي والضيعة من الربيع. بالنسبة للعلاج لازمنا نديرو الدواء بالعقل، وهنا خاصنا نقربوا من الشجر ديالنا ونتبعوا تطور ديال الحشرة ونراقبوا الوراق من بداية الموسم مارس وماي، وبالخصوص من اللي بدا يسخن الحال. فالعلاج الأول لازم الدواء اللي نديرو يكون كيقضي على النتوة في الوقت اللي تبدا تدوس الوراق، وهنا لازم نختاروا الدواء اللي خاص برتيلة والمعروف بالأكاريسيد ونوعوا الدواء باش نتفاداو المشكل اللي كيجعل الحشرة كتولف وكتقاوم الدواء. من بعد لازم نقوموا بالعلاجات المنتظمة للمبيدات الحشرية واللي كترتكز على المواد والأدوية المعروفة واللي مرخص لها من طرف مصالح السلامة الصحية، مع احترام الكمية ديال الدواء والماء على حساب آلة الرش، وكتكون فعالية أكثر من اللي كتكون درجة الحموضة ديال الماء اللي كنستعمله مع الدواء حمضية بين 4 و 6. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وفي الأخير لازمك تراقب الحالة ديال الضيعة من بعد كل علاج وتستعمل الأدوية المناسبة بالكمية المحددة في الوقت المناسب وفي المكان اللي كتكاثر فيها الرتيلة. وهنا لازم نستعملوا آلة الرش المضبوطة بالكمية ديال الماء الكافية وبالضغط المطلوب باش نوصلوا الدواء تحت الوراق وفي كل عراش ديال الشجر اللي كتكون فيهم رتيلة. وهنا لازم نبهوا الفلاحين والفلاحات باللي استعمال هذه الأدوية لازم يتوقف وقت عملية التلقيح ديال التين، وخاص نوقف على الأقل شهر أو أكثر قبل الجني ديال الغلة، وبالأخص اللي كنوجهوها طرية للسوق باش نحميو روسنا ونحميو المستهلك. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.